خلينا نبدأ مع بعض. قولي لي كده، كيف تصبح المرأة سيدة أعمال ناجحة وزي القمر؟ سيدة الأعمال لازم أهم حاجة تكون عندها التزام في كل شيء، ما تكونش داخلة إن هي خايفة، لا، لازم تكون واثقة من نجاحها. كل خطوة تكون مقتنعة بيها، مؤمنة بيها. صدقيني ده أول ستبس في أي خطوة نجاح عشان تكون سيدة أعمال، تكون واثقة من نفسها، في التزام، التزام في كل شيء. صحيان بدري مع العملاء اللي بتتعامل معاهم، مع التجار، سمعتها في السوق، كل الحاجات دي تعمل كادر يحوطها ويحميها من أي فشل ليها. بس أهم حاجة تؤمن باللي هي تعمل بيه، والإخلاص التام في العمل. مظبوط، ده أهم شيء كمان. مظبوط.